حينما يمر أي بلد بأزمة اقتصادية، يتكاتف المسؤولون في ذلك الوقت من أجل وضع خطة للخروج من تلك الأزمة وإنعاش اقتصاد بلادهم بأي طريقة وبأي ثمن. ولكن ماذا لو كان المسؤولون في تلك البلد لا يكترثون بالأزمة ولا يفكرون في معاناة شعبهم؟ بالتأكيد الوضع سيكون أسوأ. ولا يخفى على أحد أن سوريا تمر بأحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في الوطن العربي، وفي غضون تلك الأزمة تقرر لونا شبل مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد افتتاح مطعم فاخر وسط العاصمة دمشق، وهو ما أثار سخط الشعب السوري، حيث وصلت أسعار أقل وجبة داخل المطعم إلى 100,000 ليرة، أي ما يقارب راتب موظف تقريباً. رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا عدداً من مقاطع الفيديوهات للمطعم الذي يشرف عليه طهات يحملون الجنسية الروسية، فلنتابع هذا الفيديو ونعود إليكم. مطعم كراي الروسي فتح على أوتستراد المزة جنب علاء الدين اليوم الأوبنينج، سنحن نزلكم الستوريز بكرة، فيعني بكون مبارح الأوبنينج كان، بس حبيت فرجيكم لمحة عنه. بدي أتشكر المدام لونا شبل على هالدعوة الكريمة. مطعم بياخد العقل إن شاء الله آية الرزق. هذا المطعم الروسي، أول مطعم روسي في دمشق، مثل ما خبرتكم هو بالمزة على أوتستراد المزة ببناء المروحيات. هاي الاتصالات هاي، حبيت صوركم الشيفيه الروسيين، يعني مو موضوع. Can you speak Russian? Hi. مرحبا حبيبي يا غالي. نيت نيت انطون. افتتاح المطعم الذي أثار غضب العديد من منصات التواصل، فلنتابع البعض من تعليقاتهم. والبداية مع حسن، حيث كتب عبر فيسبوك: المواطن صمد لأنه لا يوجد بديل، ولكن ما يحدث يفوق طاقة المواطن. بينما أحمد سخر وقال: ونعم الصمود يا سيادة المستشارة. ومن هذا التعليق ننتقل إلى سخرية المستخدمين من مستشارة الرئيس السوري، حيث أطلق على لونا شبل لقب بطلة الصمود بعدما خرجت في وقت سابق وطالبت السوريين بالصبر إزاء الظروف الصعبة التي تعيش فيها البلاد، والآن تفتح مطعما فاخرا بإدارة روسية وليس بإمكان أغلب الشعب السوري ارتياده. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك كيف يواجه الشعب السوري الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الفترة الحالية؟